خليني اروح مع حضرتك برضو استاذ سامي، لان احنا لو هنتكلم عن شكل الاهلي، الاهلي الفتره دي ولو حضرتك تتفق معايا ملوش شكل ثابت، بمعنى ان انا ممكن ماتش العب حلو جدا واجيب نتيجه رائعه واخد النقاط بتاعتي، وماتش تاني العب وحش جدا وما اجيبش النتيجه المرجوه، ما بقاش الواحد فاهم هو في ايه. يعني احنا عندنا مشاكل طبعا فور شور يعني بالتاكيد، ولكن ليه في ماتش بنلعب حلو قوي ويبقى فيه مجهود على الارض بيبذل وسعي و الى اخره، وماتش تاني الاقي يعني بتفرج كده بقول طب هو ليه احنا ليه لعبنا كده، احنا ممكن نلعب احسن من كده، بالظبط ليه التخبط اللي انا شايفاه دلوقتي واللي ملحوظ بشكل كبير. نمره يعني هنقول ان في اجهاد عام ده يعني، بس هو ده مش مبرر يعني، اكيد ده مش مبرر يعني، اللعيبه بتتساقط ورا بعضها، بنفقد نجوم مهمين جدا في جميع الخطوط، بس ده مش مبرر يعني. في يعني انا عايز اقول رايي الشخصي ان تغيير الجهاز الفني ودخول جهاز جديد في وقت صعب ده مساله يعني مهمة جدا. خسارة لقب أفريقيا برضو كان لا تأثير سلبي على اللاعبين، فبالتالي أنا بشوف إن اللاعبين عليهم مسؤولية أكبر كتير جدا في الفترة الجاية والمرحلة عليه، إن هم يثبتوا إن هم جديرين بالفانيلة الحمراء. وده يعني أنا قلته في يوم المؤتمر الصحفي بتاع البرتغال سواريش، كنت في الاستوديو هنا مع الاستاذ ابراهيم المنسي، وقلت اللاعبين عليهم الدور الاكبر من سواريش في المرحله دي. في المرحله دي، لان هو بصراحه ليس عليه اي يعني كلمه، محدش يقدر يتكلم دلوقتي. الراجل جاي في تلت موسم بالظبط، جاي في ظروف صعبه مش مميزه يعني، فاللاعبين هم الاكثر فهما لطبيعه الصراع في سباق الدوري وسباق الكاس. بالظبط، وخسرنا الاهلي خسر الكاس، ما يجبش انه يخسر الدوري كمان. فدي مهمه اللاعبين قدام جماهيرهم يعني، يعني جماهير الاهلي يعني ما اثرتش في حاجه. لا صراحه ابدا، وعمرها ما اثرت ابدا. اللاعبين عليهم دور مهم جدا زي ما انتم بتقولوا، بعض اللاعبين يعني مستواه مش مفهوم، ينتبهوا لانفسهم ويشوفوا ايه اللي بيحصل معاهم وبيحصل مع الفرقه. يعني ممكن نقول اسماء محدده بس مش مجال. لا ما نقولش هقول لك انا على حاجه. لا يعني الجمله، انا فاهم وجهه نظر حضرتك، الجمله لازم تبقى بادئه يعني. الاهلي امبارح 70% استحواذ، ممتاز جدا. طب فين النتيجه؟ الشوط الاول انتهى سلبي نتيجه ان بعض السلبيات في الاداء. لا انا لازم اكمل الجمله الهجوميه بتاعتي، صح واعرف ان انا يعني مش مجرد ان انا طالع وبس. هو سواريش ليه تحدث تحديدا في اول ما جه على كذا نقطه، ومنها الكلمه اللي حضرتك او النقطه اللي حضرتك ذكرتها، لان هو قال انا ما عنديش حد يعني، اولا تحدث عن اللعيبه قال لك انا ما عنديش حد يعني لاعب كبير ولاعب مش كبير، هو قال اللي هيكمل معايا هو اللي هيبقى جدير بان هو يكمل مع النادي الاهلي. فدي نقطه مهمه جدا تحدث اوريدي عنها سواريش، فمش قلقانين من ناحيه الكواليتي الخاصه باللعيبه. النقطه الثانيه لما جه برده سواريش وتحدث ان احنا عندنا مشاكل، والمشاكل دي هو على درايه بيها وهو بيدرس اكتر هذه المشاكل، وان هو مش بس عايز يحل المشاكل، هو عايز يطور من كره القدم في النادي الاهلي. فدي كلها برضو حاجات او بدايات او زي ما بتقال كده مؤشرات ايجابيه جدا، ان مفروض احنا هيتم تاسيس او اعاده النظر في كل السلبيات اللي مرينا بيها مع النادي الفتره اللي فاتت. فمتفائل بالكم ده او بالتصريحات دي او بالوضع ده برضو. مع كل اللي قاله ده بكرر ان اللاعبين عليهم الدور اكبر، يساعدوه. الراجل مش شايف قدامه يعني، هو جاي ماتشات 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 ورا بعضها وكلها بطولات يعني، يعني دوري وكاس وفي كاس ثاني، فبالتالي يعني تحديات مش قليله طبعا. فاللعيبه لازم تساعده. صحيح الفترات الزمنيه بين كل مباراه ومباراه ما بتديش اي مدرب، مش سواريش بس، ما بتديش اي مدرب انه يقدر يعمل حاجه مع فرقته،
فاللعيبه عليها دور كبير جدا ان هي تحس بمسؤوليه اكبر داخل الملعب، مسؤوليه ناحيه الجماهير، مسؤوليه ناحيه اداره النادي اللي ما تبخلش عليهم بحاجه. فدي مهم يعني بكررها واقول ان مهمه اللاعبين هي التحدي الكبير في الفتره الجايه، رغم ان الفرقه فقدت عدد لا يعني يؤسف لها من اللاعبين المهمين في الفتره، يعني الله اعلم هيرجعوا امتى. محمد شريف يمكن ما يكملش الموسم لسه ما فيش حاجه واضحه قوي، بس يعني لو هنتكلم اجمالا لا طبعا في غيابات، في اصابات، في اجهاد عام بشكل كبير جدا. نتمنى، اصل المشكله في ايه؟ المشكله مش انا برضو كنادي اشتغل على هذه المشاكل فقط وفكره الاجهاد تحديدا، المنظومه لازم تحل التلاحم اللي حاصل. هو يعني او احنا بنقول يا ريت، بس هي دي بقى اصل المشكله. ما اجي احل لازم احل اصل المشكله، مش اقعد اسكن. فيعني الوضع صعب جدا برضو على مدى تاريخي في المهنه، ما شفتش 2 كاس في موسم واحد مع دوري جديدة عجيبة كمان. يعني ما شفتش الكلام ده، يعني ايه كاس 2020 ده ملوش لازمة. احنا بنلعب بتاع السنة اللي فاتت يعني.